teeth for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? You see, sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. اليوم كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين ليقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. وتنطلق المباراة بالفعل. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يفضل العودة بالكرة، يفضل إعادة الكرة إلى الخلف والدفاع يبعدها. كرة طويلة للأمام. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. كرة طويلة بعيدة جدا. باولو مالديني، كيميتش، دي بروين، رود خوليت، كريستيانو رونالدو، لمسة على اليسار، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. دفاع يشتت الكرة. رود خوليت يستلم الكرة من الخلف. أي متابع محايد راح يرى أن هذه المباراة سيئة بصراحة بسبب غياب المحاولات الهجومية الحقيقية في المباراة حتى الآن. يلعبها لمنطقة الخطر. قد تكون هذه فرصتهم. نيمار
كيميتش ومجهود غير عادي يستعيد به الكرة. تدخل حاسم لقطع الكرة، والآن فرصة للتحول الهجوم. كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهجمة المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما ينجح في المرور. كرة رأسية والهدف يأتي، وأخيرا ينجحوا في الوصول إلى الهدف. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه السمات.